انطلق شوطنا نتابع وإياكم هذا الشوط وشوطنا التاسع المخصص للثنائي البكار. نتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات. نتابع هذه الأسماء المشاركة وهذا الاندفاع مع هذه الثنايا. نتابع المقدمة والصدارة هنا مع المركز الأول، ومع المقدمة نتابع قطنة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي أيضا من يتابعها بهذا الانطلاق والاندفاع. بينما المركز الثاني نتابع هنا الانطلاق مع الدوحة لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بفاران المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا في هذه اللحظات صويغة لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني ويضمنها راشد بن حمد المدهوشي مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات هنا أيضا من حدبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني ويضمرها عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل هنا في هذه اللحظات. المركز الخامس ومن تصنع المركز الخامس الهذيبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ويضمرها هادي بن جر الله بن علي الجر الله المري هنا في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هذه الخمس المراكز الأولى المنطلقة في شوطنا التاسع. نتابع هذا الانطلاق ونتابع هناك قطنة مع المقدمة ومع الانطلاق الجميل. قطنة هناك وبقيادة أيضا بقيادة عبد القادر أو راشد بن عبد القادر البلوشي السلام. قطنة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني نتابعها في مقدمة الشوط. وبهذا الانطلاق الجميل نتابع قطنة من تنفرد في مقدمة الشوط بهذا الاندفاع مع قطنة على المركز الأول. المركز الثاني نتابع المركز الثاني ومن تصنى الدوحة الهجن الشحانية والذهبي سالم بفهران المري مع المركز الثاني ومع الدوحة بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثالث نتابع من حدبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني وعبد الهادي بن حمد بن هليل أيضا من يتابعها. بينما أردت تسلل في هذه اللحظات من اللي تسللت هناك الذيبة بدأت تتسلل بدورها في هذه اللحظات على ثالث المراكز لمالكها سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ويضمرها هادي بن جر الله الجر الله يا السلام مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا القدوم في هذه اللحظات من صويغة لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني ويضمنها راشد بن حمد المدهوشي مع المركز الرابع. المركز الخامس من حدبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني وعبد الهادي بن أهلي من يتابعها. هذه أيضا هذا النداء الثاني لأيضا متابعينا. ونعود إلى قطنة اللي في مقدمة الشوط وبهذا الانطلاق نتابع قطنة اللي مع المركز الأول في هذه اللحظات. نتابعها أيضا ومن ترصد هذا أيضا ترصدها أيضا قناة الريان الفضائية مع مخرجين الأعزاء أيضا أبو شارب وبن خزينة نتابعهم من يرصدون قطنة اللي منفردة بالمركز الأول في هذه اللحظات وبانطلاقتها القوية وبقيادة أيضا راشد بن عبد القادر البلوشي يا سلام يا قطنة. قطنة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني بانطلاقتها مع المركز الأول وبهذا الاندفاع. بينما المركز الثاني نتابع الدوحة الهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الثاني بهذا الانطلاق والاندفاع مع ثاني المراكز. من يعرف الرموز جيدا هنا الذهبي مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الذيبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وايضا
ويضمرها هادي بن جر الله بن علي الجر الله مع المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع، المركز الرابع. نتابع هنا القدوم من صويغه لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، ويضمرها راشد بن حمد المدهوشي. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع رابع المراكز، المركز الخامس. نتابع هنا من حدبة على المركز الخامس، نتابعها لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، ويضمرها عبد الهادي بن حمد بن هليل. نتابع مع المركز الخامس. هناك أسماء أيضا قادمة، هناك أسماء منطلقة. شكرا يا مخرجنا على هذه اللقطات اللي نتابع في هذه اللحظات. نتابع هذه أيضا ما خلف الخمس المراكز الأولى. شاهد يا المشاهد، تابع يا المتابع، شوف الأسماء، شوف الشعارات، شوف القدوم، شوف الكم الهائل اللي قادمة من أيضا المراكز الخلفية. نتابع هذا الانطلاق مع أيضا هذا الشوط ومع الأسماء أيضا المنطلقة، أسياد وأيضا سهم ومتعبة وديمة والذيبة أيضا واليافل، يا سلام، والهدارة وبروق وتغيير وظن، وأيضا كلها أيضا متواجدة في هذا الشوط. ولكن نعود إلى قطنة، نعود إلى قطنة، إلى المركز الأول، إلى المقدمة دائما، إلى المركز المطلوب، إلى المركز الذي أيضا يطمح له جميع، ما أيضا جميع الملاك، جميع أيضا المضمرين يتابعون أيضا يشاهدون. يا سلام يا سلام يا قطنة، منفردة بكادر لحالها، أيضا هنا أيضا منفردة بأيضا كاميرا لحالها في مقدمة الشوط وبانطلاقتها القوية بقناة الريان الفضائية. يا سلام يا سلام يا سلام، متحدية على أيضا ميدان التحدي. نتابع هذا الانطلاق والكيلوين الأخيرين. يا سلام على هذا الانطلاق مع قطنة تحمل الرقم واحد وهي في المركز الأول لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، ويضمرها راشد بن عبد القادر البلوشي على المركز الأول على المقدمة. يا سلام يا قطنة، يا سلام يا قطنة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني، ومن بدأت الذيبة، الذيبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضمرها هادي بن جر الله الجر الله. يا سلام مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث. نتابع صويغة، صويغة على المركز الثالث في هذه اللحظات لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، ويضمرها راشد بن حمد المدهوش. المركز الرابع، نتابع القدوم من الدوحة، الدوحة الدوحة من الجانب الأيمن، نتابعها لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس، أول ندى، أول ندى بهذا القدوم في هذه اللحظات، من تغير من مركز إلى مركز. يا سلام يا سلام، تغيير، بدأت تغير، تغيير من مركز إلى مركز، الهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، أيضا اسم ينضم إلينا في هذه اللحظات، قدوم قوي أيضا من ديمة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، وأيضا قدوم آخر من سهم، سهم قادمة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن يا سلام، قطنة 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 مع الكيلو المتر الأخير، افتتحت الكيلو المتر الأخير وانطلقت قطنة، انطلقت بالفوز، انطلقت بانطلاقة الناموس. يا سلام يا سلام يا قطنة، يا سلام بهذا الأداء الجميل، من قامت راس وعينها على انها تنهي الشوط راس. يا سلام يا سلام يا سلام يا قطنة، يا سلام بهذا الانطلاق لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني وبقيادة راشد بن عبد القادر البلوشي. المركز الثاني، نتابع هنا اللي هي تغيير الهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فران الشبل. يا سلام يا سلام، هل هي على اسمها؟ هنا أيضا متواجدة تغيير مع المركز الثاني، المركز الثالث. نتابع هنا القدوم من الذيبة أيضا سعادة الشيخ محمد بن عبد الله الثاني، وأيضا نتابع هنا أيضا قدوم آخر في هذه اللحظات. الله يا الكايدة، الكايدة قادمة، الهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. يا سلام يا سلام يا سلام، وأيضا قدوم آخر من ديمة. ولكن نعود، نعود مع 300 متر الأخيرة. يا سلام يا قطنة، قطنة، ولكن تغيير، تغيير قادمة، تغيير قادمة، للتغيير، للتغيير قادمة، تغيير بشعار هجن الشحانية. الله
يا تغيير، يا سلام على اسمها، على اسمها، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المميز. 10 على 10 يا الشبل، الشبل جابر بن سالم بن فران بشعار هجن الشحانية ومع تغيير، تهانينا والناموس على هذا الفوز. وساعة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس المركز الثاني، قطنا لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، ويضمها راشد بن عبد القادر البلوشي المركز الثالث. المركز الثالث وصلت الكايدة الهجن الشحانية من فاجاتنا في الأمتار الأخيرة، ويضمها سالم بن فران المركز الرابع. المركز الرابع الذيبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ويضمها هادي بن جر الله الجر الله المركز الخامس. المركز الخامس ديما الهجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد العطية. شاهدتوا معنا تغيير من غيرت مجريات الشوط مع الميتين متر الأخيرة وانتزعت هذا الناموس، وأيضا وصولها أيضا إلى خط النهاية. تغيير توقيتها الزمني 9:35 و80 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للشبل جابر بن سالم بن فهران على هذا الفوز. بينما وصلت قطنة اللي قدمت عرض ممتاز تشكر عليه، قطنة أيضا توقيتها الزمن 9:37 و24 جزء من الثانية، تهانينا لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني، وأيضا منها راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت الكايدة توقيتها الزمن 9:37 و30 جزء من الثانية، تهانينا لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فاران المري. إذن